وللمزيد ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي عدنان جان. أهلا ومرحبا بك عدنان، ما المعلومات المتاحة بشأن مسألة التأجيل وإمكانية التأجيل لإتمام هذه الصفقة؟ بالفعل أحمد، على ما يبدو هناك تعثر في قضية إطلاق سراح الأسرى من كلا الطرفين. قبل قليل وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله بأن الحرب اليوم الجمعة سوف أو اليوم سوف تبدأ وتتواصل كما كانت خلال الأيام 46 الماضية، أي أنه لا يوجد حديث عن أي وقف لإطلاق النار. وهذا المسؤول الرفيع أيضا تحدث لوسائل إعلام إسرائيلية بأنه في حال لم يكن هناك وقف أو في حال لم يكن هناك إطلاق لسراح الأسرى الإسرائيليين فإنه لا يوجد وقف لإطلاق النار، بل أن إطلاق النار سوف يزداد خلال هذه المرحلة. وربما مرد ذلك إلى أسباب تقنية وليست خلافات جوهرية فيما يتعلق بآليات إطلاق سراح الأسرى، لا سيما بأن صحيفة يدعوت أحرنوت قالت بأنه سبب تأجيل إطلاق سراح الأسرى يعود إلى عدم الاتفاق حول الآلية المتعلقة بإطلاق سراح هؤلاء الأسرى. وكان هناك أيضا تصريحات لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي قال بأن إطلاق سراح الأسرى لن يكون قبل يوم الجمعة، وأن هناك مفاوضات جارية بهذا الخصوص من أجل التوصل إلى الآليات التي تم الاتفاق حولها. وبالتالي على ما يبدو هناك خلافات تقنية حول كيفية إطلاق سراح الأسرى من كلا الطرفين. وأيضا صحيفة هارتس قالت بأن إحدى الأسباب تعود إلى أن حركة حماس لم تسلم قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سوف يتم إطلاق سراحهم إلى الوسيط القطري، وأيضا هي لم توقع حتى هذه اللحظة بحسب ما قالت الصحيفة على البنود المتعلقة بقضية وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى. وبالتالي ربما هناك تعثر، وغدا من المرتقب أن تتواصل الأعمال القتالية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. حتى هذه اللحظة ما يتم فهمه من التصريحات الإسرائيلية بأنه لا حديث عن وقف لإطلاق النار قبيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، أو على الأقل استلام الدفعة الأولى المتفق عليها وهي بحدود 13 إلى 14 أسيرا إسرائيليا كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم كدفعة أولى في اليوم الأول من عمليات وقف إطلاق النار في داخل قطاع غزة. أحمد، اليوم أيضا عدنان تحدث وجوه مجلس الحرب عن هذا الاتفاق، ما أبرز ما قالوه وكيف استقبل؟ بالفعل أحمد، كان هناك مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع كل من وزير الأمن يؤاف جالانت بالإضافة إلى الوزير في كابينة الحرب بيني جانتس. نتنياهو عاد وكرر الجملة التي قالها أول أمس والمتعلقة بأن إسرائيل تواجه قرارات صعبة للغاية في هذه الفترة، لكنها اختارت القرار الصحيح القاضي بالدخول في صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس. قال بأن الصفقة هذه لن تشمل إطلاق سراح الفلسطينيين الذين ارتكبوا أعمال قتل بحق الإسرائيليين بحسب وصفه، وأيضا أكد بأنه أخذ الضمانات بأن الصليب الأحمر الدولي سوف يدخل إلى القطاع ويلتقي بالأسرى الإسرائيليين الذين لن يتم إطلاق سراحهم في هذه الصفقة من أجل الاطمئنان على صحتهم وتقديم الأدوية لهم. أيضا بنيامين نتنياهو قال بأنه أعطى تعليمات للموساد بتعقب قيادات حركة حماس سواء العسكرية أو السياسية أينما كانوا. وتعقيبا على هذا التصريح عاد وأكد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت بأنه سوف يتم اغتيال كل من إسماعيل هنية وخالد مشعل، وهناك قرار إسرائيلي تم اتخاذه بهذا الخصوص. بالتالي هو تصعيد أيضا من قبل القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل باتجاه أو ضد القيادة السياسية في حركة حماس، حتى تلك القيادة التي تتواجد في خارج قطاع غزة. أيضا فيما يتعلق ببنود هذه الصفقة، هناك
توقعات بحسب ما تحدث مسؤول إسرائيلي رفيع بأنه من المحتمل أن يتم تمديد أيام وقف إطلاق النار في حال تمكنت حركة حماس من الوصول إلى باقي الأسرى الإسرائيليين وقامت بإطلاق سراحهم. هناك حديث عن إمكانية إطلاق سراح 10 أسرى مقابل يوم إضافي من وقف لإطلاق النار في داخل قطاع غزة، والتقديرات الإسرائيلية تقول بأن حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية لديهم 93 من الأسرى الإسرائيليين وهم من النساء والأطفال والمجندات، وبالتالي تسعى إسرائيل أيضا استكمال هذه الصفقة ورفع العدد إلى 80 أسيرة في حال تم التوصل إلى التفاهمات بهذا الخصوص، وفي حال تم تطبيق المرحلة الأولى من هذه الهدنة والتي تستمر ل4 أيام يتم خلالها إطلاق سراح 50 من الأسيرات والأطفال الإسرائيليين مقابل أن تطلق إسرائيل سراح 150 أسيرة وطفلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية ووقف تحليق المسيرات الاستطلاعية في سماء قطاع غزة وفي المناطق الشمالية لمدة 6 ساعات يوميا. لكن كما ذكرت أحمد، حتى هذه اللحظة على ما يبدو هناك تعثر في كيفية إطلاق سراح الأسرى، ولا يوجد تأكيدات حتى هذه اللحظة بإمكانية دخول الهدنة حيز التنفيذ صباح هذا اليوم، رغم أن كان هناك تقديرات ومؤشرات على أن هذه الهدنة سوف تدخل حيز التنفيذ عند الساعة 10 صباحا، لكن على ما يبدو الخلافات التقنية المتعلقة بتبادل الأسرى هي التي أحالت حتى هذه اللحظة الوصول إلى ربما قرار نهائي بالساعة التي سوف تدخل فيها هذه الهدنة حيز التنفيذ. لكن ربما خلال الساعات القليلة المقبلة قد يحدث هناك تطورات فيما يتعلق بهذه القضية ويتم العمل باتفاقية وقف إطلاق النار وفق المقرر له، وقد تدخل الهدنة حيز التنفيذ مع ساعات الصباح من هذا اليوم. من القدس مراسل التلفزيون العربي عدنان جان، شكرا جزيلا لك عدنان.